الكاس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا. كريستيانو رونالدو، راحت الكرة، كريستيانو رونالدو فعلها وسجل، كرة في الشباك اليوم. أوتافيو، حلول كريستيانو رونالدو يدافع في هذه اللقطة. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. جو، شيء غريب شيء خيالي بصراحة، هجمة كانت عبارة التصدي هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. زملاء في الفريق بالتأكيد لن يكونوا راضين عن مثل هذه التمريرات. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، يتدخل ويقطع الكرة، رائع جدا. الآن يبحث عن المهاجم، كرة خطيرة إلى الأمام، يقطع الكرة بشكل رائع. على الجهة اليمنى والعب مارتينيز إلى خارج، مرت الكرة بشكل جميل، يعدي إلى منطقة الجزاء. كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، كادت العقوبة يلعبها في المساحة، قد تكون هذه فرصتهم. هذا هو النهج اللي المفروض يسيطر على الكرة، لديه حلول كثيرة. ليونيل ميسي، يا إلهي، جول الأرجنتين، سجل وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. كريستيانو رونالدو، أوه. هدف بورتو، ينجحون في التقدم، يلعبها ببراعة، يلعبوها للأمام، على اليمين، كرة تعود إلى منتصف، ضربة رأسية، أي فرصة ضاعت هنا. كرة تصل للاعب، يندفع بقوة برناردو سيلفا وينجح في تسجيل الهدف.